مرحبا مشاهدينا الكرام، وزلنا مستمر معاكم في برنامجكم اليومي صباح الشارقة مع فقرة صحة وجمال. مع حدوث التغييرات المناخية وتقلب الطقس، دائما ما تزيد نسبة الإصابة بالإنفلونزا، ويعتبر هذا المرض حاد ومعدن يصيب الجهاز التنفسي، يعني ابتداء من الحلق إلى الرئتين. لنتعرف أكثر مشاهدين الكرام ما هي وماهية هذا الفيروس أو المرض وأسباب حدوثه، من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور نادر فرانسيس، طبيب عام. صباح الخير دكتور نادر. حياك الله. فيك. أهلا فيكم، شكرا استضافتكم إلي بتلفزيون الشارقة. حياة مرض الأنفلونزا هو مرض قديم كتير، نذكر من 2400 سنة بأبوقراط اللي هو أبو الطب الطب بشكل عام، واسمه اخذ جاي انفلونزا من ايطاليا، من الزمان ايطاليا القديم. التاثير انفلونزا تاثير، فكانوا يتوقعوا يتظنوا انه الاجرام السماويه لما بتغير الطقس بالشتاء بتاثر في الناس بتسبب المرض. مع تطور الطب اكتشف انه هو فيروس الانفلونزا. في ثلاث، بدنا ندخل تفصيل بسيط حتى نفهم المرض. في ثلاث انواع من الفيروسات، A و B و C. A هو موجود عند الانسان وموجود عند الحيوانات، خاصه الطيور المائيه مثل الوز والبط والنوارس، موجود حتى عند الحوت يصاب بالانفلونزا. وموجود عند الكلاب والخنازير. هذا الفيروس بيعمل تغيير جيناته بشكل مستمر، مشان هيك لهالسبب انه المرض كل سنة يمكن يحدث يصيب الإنسان سنويا، لأنه ما بسبب مناعة مستمرة. وبشان هالسبب نشوف أن اللقاحات هي سنوية. والفيروس بي يصيب الإنسان بشكل أساسي وقليلا الحيوان، هذا يمكن يعطي مناعة دائمة. في فيروس سي نادرا ما يصيب الإنسان. باعتبار هو مرض فيروسي وفيروسات تنفسية علوية، فيصيب أكثر شيء الإنسان فصل الشتاء. ليش فصل الشتاء أكثر شيء؟ أنه الفيروس بحب الرطوبة تكون خفيفة، ما بحب الرطوبة، ما بحب أشعة الشمس، فتعرضه بحب. لذلك فصل الشتاء هو الفصل متوفر فيه نقص أشعة الشمس ونقص الرطوبة. وكمان دراسة حديثة قالوا أنه نقص الفيتامين دي يؤهب اللي بيحدث أكثر شيء فصل الشتاء. هو مجموعة فيروسات من الأنفلونزا، هو أشعة بتسبب أمراض تنفسية علوية، فأعراضها كلها متشابهة. بيناتها الكومن كولد اللي هو رينا فيروس اللي هو أشع، الرشح والزكام بينما الفلو هو الجريب أو الفلو هو التقيل، أعراضه متشابهة. بس الفلو يختلف عن بقية الأمراض أنه بيجي قوي في البداية، بيجي حرارة عالية، بيجي ألم عضلي شديد، بيجي صداع، ألم بلعوم، التهاب ملتحمة خفيف بس مع مفرزات مائية، ما أنا مفرزات قيحية. حتى عند الأطفال يمكن يسبب إسهال وقيء، هذا ما موجود عند الكبار. بس أعراضه من البداية شديدة وبطول كتير، بطول حوالي أسبوع. بينما الكمان كولد بلش خفيف، بترقى حرارته أكثر شيء 39 بعدين بتنزل. بس معلش اسف، يعني هل هذا الفيروس يعني قد يكون موجود مثلا من فتره داخل جسم الانسان وينشط في مناخات معينه، ولا انتقال هو انتقال في اللحم؟ ينتقل ينتقل يتنشط في يتنشط في هالفتره بس بالسنه، بسبب بس مو موجود، الانسان ما بيحمله بشكل مستمر. وفي اهم معلومه هامه، انه الفيروس الحيواني لا ينتقل للانسان إلا إذا صار طفرة كبيرة، واللي صارت بال 2002 بالإنفلونزا الطيور، واللي صارت جايحة بال 2009 إنفلونزا الخنازير. صار تزاوج نقل جينات صبغيات ما بين الفيروسين وأصيب الإنسان، سبب هالجائحة. من هون بنشوف إنه كل 50 سنة في العالم بتصاب مصاب بجائحة، لما بصير اختلاط ما بين الفيروسات الحيوانية والفيروسات الإنسانية وتصيب الإنسان. فبشكل عام الحيوان لا يعدي الإنسان، الإنسان هو المصيب بيعدي حاله. ريحتنا دكتور. دكتور نادر، بغينا نعرف أسباب الإنفلونزا وكيف هي الإنفلونزا وكيف الناس تمرض بهذا المرض. هلأ العدوى تنتقل عن طريق طريقين العدوى بشكل أساسي. الرزاز القطيرات، لما نحن بنعطس او بنسعل قطيره وحيده لما قادره تعدي الانسان، الانسان بالعطسه او السعله الواحده 40,000 قطيره. فيعني اذا كنت قاعد جنب شخص وعطست فالقطيره استنشقه او دخلت ملتحمه، هي عدا اكيد اصيب الانسان بالعدوى. قد تكون بطريقه غير مباشره، انه انا عطست بعد اربع ساعه سلمت على شخص فانا عاديته. قد تكون طريقه ثانيه، انه انا عطست في مكان، في مطعم على الطاوله او على الكرسي، اجى بعد ساعه ساعتين شخص قاعد حتى لو هو مش موجود لانه في القطيرات بتعيش على الاماكن الصلبه
والجافة مدة يومين، يعني الطيرة ممكن تعدي لمدة يومين. فلما أنا أجي باللاب بلا شعور لما حطيت إيدي حطيتها على عيني وحطيتها على تمين عديت. فمن هون الوقاية، لما ما نشوف أهم شيء هي الوقاية للمرض، هو الأساس في العلاج هي الوقاية وليس جميل. نعم. طيب دكتور، اليوم ما شاء الله كثير عندنا من البيوت خاصة في الفلل أو حتى في بيوت يعني الشقق السكنية، هاي تربية الله يعزك الحيوانات اللي موجودة داخل البيت، بعض القطط، بعض الكتاب، بعض الكلاب، يعني اليوم الحيوانات هاي تلحس الأرض، تلحس الأماكن العامة هذه، وفي ناس يعني ممكن يتقبلون الكلاب تلحس مثلا ويوهم يديهم كذا، يعني نقل الفيروسات من الأرض إلى الحيوان إلى الكذا، يعني هل له دور رئيسي فيه؟ لا، دي يكون القطيرات الإنسانية، لأنه دي يكون الحيوان ما بنقول فيروس الأنفلونزا للإنسان. والحيوانات الأليفة في البيت هي غالبا طيور منه بحمانة مائية، يا ببغاء يا كناري يا كلاب أو قطط، هي غالبا ما بتصاب بالإنفلونزا، حتى لو أصيبت ما بتعدي الإنسان، لأنه فيروسها غير قادر على الإنسان. طيب دكتور، صح المعلومة هذه أم خطأ؟ يعني في ناس يقولون مثلا إذا جتني الحمى بغض النظر عن نوع الفيروس، يعني فيقول إذا رحت عند الدكتور بيعطيك أنتيبايتك، بيعطيك بعض الأدوية لمدة أسبوع مثلا للقضاء على هذا الفيروس. في بعضهم يقولون لا، أنا أخذت الدواء ولا ما أخذت الدواء الفيروس هذا يأخذ أيام وبروح بيتحول. صحيح يعني؟ هلا الصحيح أنه أنفلونزا بدون طبيب تحتاج إلى 7 أيام من العلاج، مع طبيب تحتاج إلى أسبوع. فنفس لأن الدواء لا يؤثر في الأنفلونزا أبدا، إلا في الأدوية الحديثة مضادات الفيروسات إذا أعطيت في الأول يومين، وهي صعب يجينا مريض يعني خفف الألم شوي، خفف الأعراض. بس أنه الصادات الحيوية لا تفيد، ما بتفيد أبدا صادات حيوية هون، إلا إذا صار انتان ثانوي، صار عندي انتان رئوي ثانوي هون بتفيد، وهو حاليا نادر مع تطور الطب. نعم. جدا نادر جدا. نعم. فلذلك هو العلاج عرضي ومهدئ. نعم. ومهدئ مسكنات الألم، المشروبات الساخنة، خاصة نحن بالمنطقة العربية مشهورين بالبابونج والزهورات. نعم. والعسل. نعم. والزنجبيل، هي كلها بتفيد جدا المشروبات الساخنة، أكثر من السوائل. جميل. ونحاول ما نعدي الآخرين، فالوقاية هي أهم خطوة للعلاج، هي الوقاية. جميل. دكتور، بالنسبة للقاحات اللي ناخذها ممكن للوقاية أو لعلاج مثل من الإنفلونزا أو المضادات اللي ناخذها نحن؟ هلا حاليا حديثا بال 2013-14 وهالسنة، الجمعية الأمريكية لأطباء الأطفال والجمعيات الأمريكية بشكل عام، القلب وأمراض السكري، تنصح أنه أي إنسان من عمر 6 أشهر حتى 100 سنة ياخذ لقاح الإنفلونزا. أيوة. سنويا، لانه هذا الطريقه الوحيده للوقايه. هلا الطريقه هي اهم شيء، صادات حيويه ما راح تفيدنا ابدا هون في العلاج الانفلونزا ابدا، اهم شيء للوقايه. الوقايه انه اذا معلومه انه تيشو الفيروس بعيش فيه بس 15 دقيقة بعدين، لذلك إذا أنا ناطر نحط تيشو، أو إذا ما معنا تيشو نستعمل الأقمشة اللون نعمل بهالطريقة، حتى لأنه كمان هم ما بعيش غير 15 دقيقة. صحيح. بينما صحيح. على الإيد يعيش ساعات، والأماكن الصلبة يعيش أيام. صحيح. يعني مثل ما قال دكتور، يعطيك العافية على هذه المعلومات القيمة اللي أثرتنا وأثرت كل من يتابعنا. شكر وتقدير لمشاهدينا للدكتور نادر فرانسيس، طبيب عام. مشاهدينا متواصلين وياكم في صباح الشارقة، وناخذ الحين فاصل قصير وراجعين لكم.